إذنكم، هو الدكتور بدأ ولا لسه؟ ولا الصوت عندي قاطع؟ مين كان بيسجل؟ احنا قلنا ما فيش حد يسجل إلا أنا، مين كان بدأ يسجل الشباب؟ الناس معايا ولا ما فيش صوت وصل لكم؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. طيب ماشي يا فندم، سمعتوا يا شباب ما فيش حد يسجل إلا ما يستأذن مني. وأنا لما يكون حاجة مستدعية للتسجيل أنا بسجل تلقائي، لكن بعد كده لما يكون حاجة مش مستدعية أنا ما بسجلش. طيب مستعدين يا شباب نبدأ؟ تمام يا مستعدين شباب. دكتور. طيب نبدأ يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا أعتذر عن التأخير، حكم ميعادنا 12 ونص ده الطبيعي، بس الأسباب خاصة بس اضطريت إن أنا أجله للساعة 1، أنا آسف. طيب نبدأ يا شباب المحاضرة بتاعتنا النهارده. إن شاء الله هنبدأ الباب الرابع اللي هو التأمين على الحياة. طبعا المفروض إن الجزء ده أنتوا كنتوا أخدتوه مع الدكتور ساهر الأسبوع اللي فات في الجامعة، بس أنا حابب أعيد عليه تاني، مفيش مشكلة خالص، ونأكد المعلومة ليكم. نفتكر مع بعض يا شباب إن التأمين بينقسم 3 أقسام، في تأمين أشخاص وتأمين ممتلكات وتأمين المسؤولية المدنية. ده اللي كنا أخدناه في الباب التاني في تقسيمات التأمين حسب نوع الخطر: تأمين أشخاص، تأمين ممتلكات، وتأمين مسؤولية مدنية. بالنسبة لتأمينات الحياة اللي هو الباب الرابع عندنا، ده بيندرج تحت النوع الأول اللي هو تبع تأمينات الأشخاص، اللي هو تأمين ضد خطر إذا وقع يصيب الشخص في بدنه، في شخصه، أو في دخله المادي. فإذا تأمينات الحياة دي أحد أنواع تأمينات الأشخاص. كنا قلنا كمان في الباب الثاني إن عندنا 6 مبادئ قانونية لعقد التأمين، اللي هي كانت حسن النية والمصلحة التأمينية والسبب القريب والتعويض والمشاركة والحلول في الحق. بالنسبة لتأمينات الحياة بينطبق عليها، أو عقد تأمينات الحياة بينطبق عليه فقط يا شباب 3 مبادئ من المبادئ دي، اللي هم 3 مبادئ الأولى: حسن النية والمصلحة التأمينية والسبب القريب. أما تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية فينطبق عليهم 6 مبادئ، بما فيهم طبعا اللي هي التعويض والمشاركة والحلول. أما التأمين على الحياة لا ينطبق عليه إلا 3 مبادئ فقط: حسن النية، المصلحة التأمينية، السبب القريب. وحابب بس يا شباب أوضح النقطة ديت. مثلا عندنا في مبدأ التعويض كأحد المبادئ الستة، لأحد المبادئ القانونية 6 لعقود التأمين، التعويض كان بيقول إيه؟ إن إحنا هنعوض المؤمن له عن الحادث اللي وقع بحد أقصى، مش بأكتر من قيمة الخسارة. يعني على حسب الخسارة قد إيه بيتحدد قيمة التعويض. يعني لا يجوز ان يكون التأمين مصدر لأرباح المؤمن له، ما ينفعش اديله اكتر من الخسارة اللي وقعت فعلا. في تأمينات الحياة يا شباب المؤمن عليه حياة الاشخاص، وطبعا دي لا تقدر بمال، فمش هينفع نقول بقى الخسارة قد ايه فاقوم احدد التعويض بناء عليها. لا، تأمينات الحياة دي تعتبر من العقود محددة القيمة، من العقود محددة القيمة. بمعنى إيه؟ إن مقدما المؤمن له بيتفق مع شركة التأمين إنه هيكون فيه مبلغ تأمين محدد، مبلغ تأمين مثلا 100,000 جنيه أو 50,000 جنيه، مبلغ معين متفق عليه. إذا وقع الخطر المؤمن ضده هيكون المبلغ كله هيدفع، مش على حسب الخسارة قد إيه بقى. معايا؟ فبالتالي مبدأ التعويض أصلا لا ينطبق على تأمينات الحياة. الخلاصة يا شباب، تأمينات الحياة لا ينطبق عليها إلا 3 مبادئ قانونية فقط: حسن النية والمصلحة التأمينية والسبب القريب. أما ممتلكات وتأمين المسؤولية ينطبق عليهم 6 مبادئ لعقود التأمين.
النهارده ان شاء الله هنعيش لقاء كده مطول شويه لحد حوالي الساعه 2 يعني، او لحد ما نخلص ربنا يعيننا بقى، عن انواع وثائق التامين على الحياه، انواع وثائق او عقود التامين على الحياه. عندنا يا شباب في 3 انواع اساسيه لعقود التامين على الحياه، في وثائق تامين الحياه فقط، وفي وثائق تامين الوفاه فقط، وفي عندي حاجة اسمها وثائق تأمين مختلط اللي هو بيجمع الحياة والوفاة. بعد إذنكم يا شباب لو في أي وقت الصوت كان فيه مشكلة، حد لو سمحت يقول لي الصوت فيه مشكلة، حد يتكلم يعني ساعتها ويقول لي الصوت فيه مشكلة. عندي أنواع وثائق أو عقود التأمين على الحياة، في وثائق تأمين الحياة فقط، وثائق تأمين الوفاة فقط، وفي وثائق تأمين مختلط بيجمع الحياة والوفاة. ناخد بالنا يا شباب بس قبل ما برضه ما ناخد في الانواع ديت، احنا كنا قلنا في الشروط الخاصه بالاخطار القابله للتامين ان يكون الخطر محتمل، يعني ما يكونش مؤكد وما يكونش مستحيل. طب ما انا عندي كده لو حد مأمن ضد الوفاه، الوفاه ده حدث مؤكد، الناس كلها هتموت، الناس كلها ستتوفى في المستقبل ان عاجلا او اجلا. الفكرة هنا إن التأمين ما بيكونش على الوفاة في حد ذاتها، على الخطر عندي هو توقيت الوفاة. توقيت الوفاة دوت بقى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الوفاة كحدث، الوفاة كحدث سيقع سيقع إن آجلا أو عاجلا، لكن اللي مش معلوم هو توقيت الوفاة، ده الوفاة احتمال هيكون قريب ولا هيكون بعيد مش عارفين. ماشي، فيبقى كده الحاجة اللي هي مش مؤكدة توقيت الوفاة نفسه. نبدأ مع بعض النوع الأول من أنواع وثائق التأمين على الحياة، اللي هو وثائق تأمين الحياة فقط. وثائق تأمين الحياة فقط. الوثائق دي يا شباب، أحمد لو سمحت اقفل المايك، أحمد محمد لو سمحت اقفل المايك، أحمد اقفل المايك لو سمحت. النوع الأول يا شباب من وثائق التأمين هو وثائق تأمين الحياة فقط. في الوثائق دي أو في العقود ديت بيكون شرط إن شركة التأمين اللي هي المؤمن تدفع مبلغ التأمين المحدد في العقد هو بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة. شرط هذه الوثائق أو شرط سداد مبلغ التأمين أن يظل المؤمن عليه على قيد الحياة، بحيث لو توفي في أي لحظة خلاص مفيش حد بياخد حاجة. لو توفي في أي لحظة المؤمن عليه مفيش مبلغ بيسدد لأي حد، لكن طالما فضل عايش يبقى مبلغ التأمين المتفق عليه هيتم سداده. وثائق تأمين الحياة فقط دي في منها نوعين أساسيين. في عندي حاجة اسمها وثيقة أو عقد الوقفية البحتة، وفي عندي النوع التاني اسمه دفعات الحياة أو دفعات المعاش. الفرق بينهم، كما يلي: في وثيقة أو عقد الوقفية البحتة بيتم دفع مبلغ التأمين مرة واحدة يا شباب في نهاية مدة العقد، طبعا إذا ظل المؤمن عليه على كل الحياة. يعني ايه؟ شخص مثلا عنده 50 سنة اتفق مع شركة التأمين ان هو لما يوصل لسن الـ60 لو فضل عايش لحد ما يكمل 60 سنة هياخد مبلغ 30,000 جنيه. لو مات ما بين 50 و60 يعني ان لم يظل على طول الحياة لحد تمام سن 60 سنة خلاص ما فيش حد هياخد حاجة. ده يسمى عقد وقفية بحتة، اللي هو هيتم دفع مبلغ التأمين مرة واحدة في نهاية المدة إذا ظل المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية المدة. أما دفعات الحياة أو دفعات المعاش فهي من اسمها باينة، مش مبلغ بيدفع مرة واحدة، لا، مبلغ التأمين هيدفع في صورة دفعات متساوية، في الغالب هتكون سنوية. يعني طول ما هو عايش كل سنة هياخد مبلغ التأمين أو مبلغ الدفعة بقى هنا. مثلا حد عنده 50 سنة هيتفق مع شركة تأمين إن هو طول ما هو عايش هياخد
في كل سنة 2000 جنيه، كل سنة 2000 جنيه، وهكذا طول ما هو عايش. فدي تسمى دفعات حياة أو دفعات معاش، قد تكون شهرية، قد تكون كل ربع سنة، قد تكون كل نصف سنة، وقد تكون سنوية. فإحنا إن شاء الله نركز عليها فقط لو كانت دفعات سنوية، يعني الشخص بياخدها كل سنة طالما ظل على قيد الحياة. ما ننساش الوثائق ديت اللي هي وثائق تأمين الحياة فقط، شرط سداد مبلغ التأمين سواء كان مرة واحدة أو على هيئة دفعات، الشرط إنه الشخص المؤمن على حياته يظل على قيد الحياة. تمام كده؟ النوع الأول يا شباب اللي هو وثيقة الوقفية البحتة اللي بقى اللي إحنا قلناها من شوية، في الوثيقة ديت بيلتزم المؤمن اللي هو شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين المتفق عليه في الوثيقة. هيسده إمتى؟ في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية مدة العقد. شركة التأمين هتدفع مبلغ التأمين إذا ظل المؤمن عليه على قيد الحياة لحد نهاية مدة العقد. زي ما قلت من شوية، قد يكون شخص عنده 50 سنة وهيتفق إن هو لو فضل عايش لحد ما 60، لحد ما يوصل ل 60 هياخد 30,000 جنيه. يبقى إذا مدة العقد هنا 10 سنوات، إذا ظل على قيد الحياة لحد ما يكمل ال 60 هياخد 30,000 جنيه مبلغ التأمين. إذا توفي قبل 60 خلاص مفيش حد هياخد حاجة، والقسط التأمين اللي هو دفعه في البداية خلاص، يعني كده شركة التأمين هتاخده ومش هتسد أي مبلغ تأمين للورثة أو المستفيدين. ده مثال يا شباب، شخص عنده 40 سنة تعاقد مع شركة تأمين إن هي تدفع له مبلغ 50,000 جنيه مثلا لو ظل على قيد الحياة لحد ما يكمل تمام العمر 60 سنة. طبعا في المثال ده نوع العقد ده وقفية بحتة. ليه؟ لأنه مبلغ وحيد هيدفع مرة واحدة إذا ظل الشخص على قيد الحياة لحد ما يكمل سن معين. أيوه يا أحمد، عايز إيه؟ أحمد عايز افهم يا دكتور، وقفية بحتة دي يعني ايه؟ في بحثة يعني إيه؟ ايوه هو ده بقول لك عليه، ده ان ده اسم الوثيقه اللي هي بتعني المعنى العملي بتاعها، ان زي ما عندي في المثال ده شخص عنده 40 سنه واتفق او تعاقد مع شركه التامين ان هي تدفع له مبلغ مره واحده اللي هو 50,000 جنيه اذا ظل على قيد الحياه لحد ما يكمل 60 سنه. فده مبلغ مره واحده هيتدفع لو ظل المؤمن على حياته على قيد الحياة لحد ما يكمل سن معين، لحد نهاية مدة العقد يعني. فهنا ده يسمى عقد وقفية بحتة. وعندي هنا عمر الشخص عند التعاقد 40 سنة ومبلغ التأمين 50,000 جنيه، وهي مدة العقد هنا 20 سنة. لو الشخص ده فضل عايش لحد ما يكمل ال 60، يعني نهاية مدة العقد يعني بعد 20 سنة كمان فضل عايش، هيحصل على مبلغ 50,000 جنيه. النوع الثاني اللي هي دفعات الحياة أو دفعات المعاش، في النوع ده المؤمن اللي هي شركة التأمين هتدفع مبلغ التأمين المتفق عليه في شكل دفعات متساوية. زي ما قلنا هنركز احنا لو هي دفعات سنوية، دفعات سنوية متساوية طالما ظل المؤمن عليه على قيد الحياة. امتى تتوقف الدفعات دي؟ تتوقف في حاجة من اتنين، لإما في حالة وفاة المؤمن عليه في أي لحظة، أو إذا انتهت مدة العقد. ساعات بيبقى الدفعات لمدة محددة، إذا انتهت هذه المدة خلاص تتوقف الدفعات، بس الشخص لسه عايش مش مهم، بس هي لمدة محددة فتتوقف الدفعات. يبقى إذا تتوقف الدفعات إما بوفاة المؤمن عليه أو بانتهاء مدة العقد. دفعات الحياة دي يا شباب في منها 8 أنواع تختلف حسب 3 أسس. أول حاجة مدة استحقاق الدفعات هياخدها لحد إمتى. في دفعات لمدى الحياة، يعني الشخص بيقعد ياخدها طول ما هو عايش، وفي دفعات مؤقتة يعني بياخدها الشخص لفترة محددة لمدة مؤقتة، حتى لو فضل عايش بعد هذه المدة خلاص كده العقد انتهى خلاص. فدي بسميها دفعات مؤقتة، يعني الشخص بياخدها لمدة محددة لمدة معينة. مثلا هو عنده 40 سنة
فهياخد دفعة سنوية لحد ما يكمل 50 سنة. يبقى إذا مدة العقد مدة محددة اللي هي 10 سنين، طول ما عايش هياخد دفعة سنوية. إذا مات قبل 50 تتوقف الدفعات، إذا وصل سن 50 توقف الدفعات، لأن كده دي دفعات مؤقتة. بخلاف لو كان الشخص ده نفسه اللي عنده 40 سنة أخد الدفعة دي أو تعاقد على الدفعة دي لمدى الحياة، فطول ما هو عايش ياخد الدفعة دي، عاش سنة ياخد دفعة، عاش سنتين دفعة تانية، عاش 20 سنة ياخد كل سنة ياخد دفعة. تتوقف إمتى؟ تتوقف فقط بوفاة الشخص ده. دي ملهاش بقى المدة نفسها بتاعت الدفعات، ملهاش حد أقصى. لا، نهايتها مع نهاية عمر الشخص دوت. كمان تنقسم الدفعات دي أو تختلف الدفعات على حسب موعد استحقاق كل دفعة. حتى فأنا هياخد دفعة سنوية. لو بياخد الدفعة في أول كل سنة فبسمي الدفعات دي دفعات فورية. لو بياخد الدفعات أو بياخد الدفعة في نهاية كل سنة فتسمى دفعات عادية. وطبعا كنا أخذنا المصطلحين دول السنة اللي فاتت في رياضة الاستثمار، الدفعات العادية والدفعات الفورية. على حسب بيتم دفعها في نهاية كل سنة تبقى عادية ولا في بداية كل سنة تبقى فورية. كمان في الدفعات دي تختلف حسب بدء الدفعات، بتسري من امتى، بحيث ينقسم هنا الى نوعين، دفعات عاجله ودفعات مؤجله. يعني ايه؟ هرجع تاني مثال، لو شخص عنده 40 سنه واتفق مع شركه التامين ان هي تدفع له دفعات سنويه طول ما هو عايش، طيب كده دي تسمى دفعات عاجله. وما زالت تبقى مؤجلة، الشخص ده اللي عنده 40 سنة هيتفق مع الشركة إنه ياخد دفعات سنوية بس بداية من السن 50 سنة. يعني يقعد 10 سنين من 40 ل 50 ما بياخدش حاجة. أول ما يكمل 50 يبدأ ياخد كل سنة دفعة طول ما هو عايش. فكده عندي مدة 10 سنين لم تبدأ الدفعات بعد، يعني التعاقد تم وعنده 40 سنة. بس بدأت الدفعات تسري من سن الـ50. يبقى إذن في فترة ما بين سن الـ40 و50 اللي هم العشر سنوات دول يسموا مدة أو فترة تأجيل. فترة تأجيل، فدي تسمى دفعات مؤجلة. يعني في فترة من ساعة التعاقد هتمضي مفيش حاجة هتدفع خالص، وبعد المدة دي هيبدأ ياخد الشخص ده دفعات سنوية طول ما هو عايش. فدي تسمى دفعات مؤجلة. أما لو كان بياخدها من ساعة التعاقد مفيش يعني مدة تأجيل فتسمى دفعات عاجلة. طيب نقولها بقى بالتفصيل تاني، من حيث مدة استحقاق الدفعات أنا عندي دفعات لمدى الحياة وفي دفعات مؤقتة. دفعات لمدى الحياة بيتم دفع مبلغ التأمين اللي هو مبلغ الدفعة بقى يا شباب كل سنة طالما ظل المؤمن عليه على قيد الحياة. امتى تتوقف الدفعات اللي مدى الحياه دي؟ تتوقف فقط بوفاه المؤمن عليه. والدفعات المؤقته ده بيتم دفع مبلغ التامين كل سنه بس لمده معينه اللي هي بنسميها مده العقد. هيتم دفع مبلغ التامين كل سنه لمده العقد طالما ظل المؤمن عليه على قيد الحياه. امتى تتوقف الدفعات دي؟ تتوقف في حاجه من اتنين، إما وفاة المؤمن عليه أو انتهاء مدة العقد. نفتكر من شوية في الدفعات اللي مدى الحياة قلنا تتوقف فقط بوفاة المؤمن عليه، لأن هي لمدى الحياة مش مدة محددة. أما لو كانت مؤقتة يبقى تتوقف الدفعات دي إما بوفاة المؤمن عليه أو بانتهاء مدة العقد. الشباب معايا ولا في حد تايه ولا في حد نايم؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، ماشي يا فندم. بقيت الناس معايا ولا رأيي بس؟ تمام يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. طيب اللي معايا مع يقول لي حضرتك تمام يا يا دكتور. دكتور. تمام. لا تمام يا دكتور، تمام بس. تمام يا دكتور. تسلم يا تمام يا دكتور. دكتور. ماشي يا شباب، ماشي. بس قلت كده تمام يا أشوفه دكتور. صحيح ولا لأ، لان عمال اتكلم. شكرا يا فندم. بقى لي مده عمال اتكلم لوحدي ومعش المحاضره النهارده كلها نظري يا شباب، كلها تعريفات كده عشان الجزء الجاي ان شاء الله يبقى اللي هو حساب القسط
مستحق على المستأمن. فالنهارده المقدمة ديت مهمة جدا جدا جدا، لأن بعد كده كل جزء عمل في الدور الرابع علشان أعرف أستنتج القانون، حتى مش أحفظ القانون، أستنتج القانون اللي هطبق فيه عشان أحسب القسط، محتاج أعرف نوع الوثيقة. أول خطوة لازم أحتاج أعرف إيه هي نوع الوثيقة ديت. فعشان كده النهارده بس هنطول شوية في الجزء ده، هو سهل وبسيط، وحتى في حاجات كتير منه كده بديهية، لم يكن كله بديهي يعني، ممكن الواحد يستوعبه لوحده، لكن هحاول كده ابسطه معاكم على قد ما اقدر ان شاء الله. طيب كده عرفنا دفعات في من بتنقسم لمدى الحياه او دفعات مؤقته حسب مده استحقاق الدفعات. تمام. من حيث استحقاق موعد استحقاق كل دفعه، اتفقنا في دفعات عاديه اللي فيها بيتم دفع مبلغ التامين اللي هو مبلغ الدفعه هنا بقى في نهايه كل سنه، أو دفعات فورية بيتم دفع مبلغ التأمين في بداية كل سنة. من حيث بدء سريان الدفعات، قلنا في دفعات عاجلة وفي دفعات مؤجلة. دفعات عاجلة معناها بيبدأ سريانها، بتبدأ الدفعات ديت من أول سنة في التعاقد، من ساعة ما الشخص ده التعاقد مع شركة التأمين، سواء في بداية السنة طبعا لو هي دفعات فورية، أو في آخر السنة لو هي دفعات عادية. المهم بس ان هي في اول السنه، في بدايه من السنه الاولى، بدايه من السنه الاولى بيتم بتبدا هذه الدفعات. اما الدفعات المؤجله فبيبدا سنه بعد انقضاء فتره تاجيل معينه. زي ما قلت كده مثال، شخص عنده 40 سنه واتفق مع شركه التامين ان هو هياخد دفعات سنويه، او ان هي تدفع له يعني دفعات سنويه بدايه من سن ال 50، فكده هيعدي 10 سنين بعد التعاقد مش هياخد حاجه، وبعد ما تخلص ال 10 سنين يبدا ياخد بقى كل سنه دفعه، كل سنه طالما هو على قيد الحياه يبدا ياخد دفعه. تمام كده؟ فيبقى دي بسميها دفعات مؤجله. الان عندنا يا شباب، عندنا على التقسيمات اللي فاتت ديت عقود دفعات الحياه او وثائق دفعات الحياه، تنقسم لثمان انواع اللي هو شايفينها قدامكم كده. دفعات الحياه قد تكون لمدى الحياه او مؤقته، وكلاهما ينقسم الى نوعين، قد يكون عاجله او مؤجله، وكل واحده منهم تنقسم الى نوعين، عاديه او فوريه. يبقى اذا يا شباب في النهايه يبقى عندي ثمان انواع متقسمين على حسب هي مدى الحياه ولا مؤقته، وكمان هي عاجله ولا مؤجله، وكمان عاديه ولا فوريه. بمعنى ركز يا شباب، دفعات الحياه كل عقد منهم بيحمل ثلاث صفات، بيحمل ثلاث صفات اللي هو هيكون يا اما مدى الحياه او مؤقت، هيكون الدفعات عاجله او مؤجله، هيكون الدفعات عاديه او فوريه. فبالتالي هيبقى عندي ثمان انواع اللي قدامنا دول، في دفعات الحياه لمدى الحياه عاجله عاديه، ودفعات حياه لمدى الحياه عاجله فوريه، ودفعات حياه لمدى الحياه مؤجله عاديه، ودفعات حياه لمدى الحياه مؤجله فوريه. دول اول اربعه اللي هم خاصين ب لو كان دفعات لمدى الحياه، زيهم بالظبط اربعه كمان لو كان دفعات مؤقته. ناخد بالنا لو بس تلاحظوا الالوان قدامكم، ازرق واحمر واخضر، دي معناها ثلاث صفات يا شباب، كل نوع له ثلاث صفات. هل هو لمدى الحياة ولا مؤقتة؟ هل هي دفعات عاجلة ولا مؤجلة؟ هل هي عادية ولا فورية؟ تمام؟ عشان نحدد نوع وثيقة دفعات الحياة لازم أحدد الثلاث حاجات دول اللي قلتهم يا شباب. أحدد مدة استحقاق الدفعات، هي لمدى الحياة ولا مؤقتة؟ أحدد موعد استحقاق كل دفعة عادية ولا فورية؟ أحدد بدء سريان الدفعات، هي عاجلة ولا مؤجلة؟ ناخد بالنا يا شباب، لو مؤجلة خلاص يعني في مدة تأجيل تبقى مؤجلة، مفيش مدة تأجيل تبقى عاجلة على طول. يعني إزاي أعرف إن هي عاجلة؟ ببساطة إن هي مفيهاش تأجيل. العاجلة معناها مفيش تأجيل. خلاص؟ طيب تعال نشوف مع بعض بعض الأمثلة، واللي منها نستنتج مع بعض نوع وثيقة التأمين. المثال بيقول حدد نوع العقد أو الوثيقة فيما يلي: وثيقة التأمين لشخص عمره 40 سنة، يعني ساعة التعاقد كان عنده 40 سنة،
من خلال الوثيقه دي تلتزم شركه التامين انها تدفع مبلغ 2000 جنيه في نهايه كل سنه طالما ظل المؤمن عليه على قيد الحياه لحد ما يكمل 60 سنه. السؤال يا شباب، ما هو نوع هذا العقد؟ ما نوع هذه الوثيقه؟ ها يا شباب، حد كده يجاوب معايا كده، يفكر معايا. نهلة اتفضلي. نهلة اتفضلي. طيب نهلة رفعت ايديها ونزلتها تاني. غير نهلة يا شباب. مع حضرتك يا دكتور، وثيقة دفعات الحياة؟ ما هي أكيد دفعات حياة عشان قال لي كل سنة، هي إذن هي دفعات. ما السؤال، نعم نهلة صوتك بيروح ويجي. اتفقنا دفعات الحياة محتاجة حد يديها ثلاث حاجات، هي المدى الحياة ولا مؤقتة ده أول حاجة، هي عادية ولا فورية ده ثاني حاجة، هي عاجلة ولا مؤجلة ده ثالث حاجة. يعني ما ينفعش تقول دفعات حياة وخلاص كده. طيب يبقى دفعات حياة عادية. طب هي مؤقتة ولا مدى الحياة؟ مؤقتة. مؤقتة، لأنه هياخدها لحد ما يكمل 60 سنة فقط، بعد كده مش هياخدها حتى في العيش. طيب عاجلة ولا مؤجلة؟ لا عادية. لا لا، عادية عشان في نهاية كل سنة. بقول لك عاجلة ولا مؤجلة؟ لا عاجلة. عاجلة، أنا آسف. مظبوط، ما عنديش مدة تأجيل. هو عنده 40 سنة هيبدأ ياخد دفعة سنوية كل قيمة كل منها 2000 جنيه لحد ما يكمل 60 سنة. خلاص، يبقى كل سنة هياخد 2000 جنيه. عاجلة ليه؟ عشان ما عندش مدة، ما فيش مش ظاهر كده من ان في مدة تأجيل ولا حاجة، لا وياخدها كده على طول. إذا يا شباب الحل، الوثيقة ديت هي وثيقة دفعات حياة. عرفت منين دفعات حياة؟ لو رجعنا للمثال كان قال لي الكلمة اللي هي تدل على كلمة إن هي دفعات، كلمة كل سنة. كل ديت معناها ما ياخدهاش مرة واحدة، لا ياخدها كل سنة، إذا هي دفعات حياة. طيب دفعات حياة ليها ثلاث صفات، تعالوا نشوفهم مع بعض. من حيث مدة استحقاق الدفعات، هي إنها مش لمدى الحياة، لا دي مؤقتة فقط. مدة عادة 20 سنة، من سن 40 ل 50 60. طيب من حيث موعد استحقاق الدفعة، هو بياخدها أو هياخدها في نهاية كل سنة، تبقى هي دفعات عادية. هل في تأجيل؟ لا مفيش فترة تأجيل، إذا فيها دفعات عاجلة. يبقى إذا في النهاية نهلة بقى نقولها كده على بعضها، هي وثيقة دفعات حياة مؤقتة عاجلة عادية. دفعات حياة وصفتها بقى بثلاث صفات، مؤقتة عاجلة عادية. تمام كده؟ طيب مثال تاني، عايز كده بس أعرف الناس صاحية ولا نايمة، حد كده يتطوع يقرأ المثال. قد يتطوع يا شباب يقرأ المثال. عفاف اتفضلي. حدد نوع العقد أو الوثيقة فيما يلي: وثيقة تأمين لشخص عمره 40 سنة، من خلالها تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ 2000 جنيه في نهاية كل سنة، وذلك بدءا من بلوغه لعمر 50 سنة طالما ظل المؤمن عليه على قيد الحياة. لما ظل مين؟ لما ظل ايه؟ المؤمن على قيد الحياة. لا معلش تاني بس قولي عشان اسمع. لما ظل مين؟ المؤمن عليه على قيد الحياة. لا مش المؤمن عليه، المؤمن عليه. المؤمن عليه يسمى كده المؤمن على حياته، مش المؤمن، لا المؤمن عليه. طيب هنا يا شباب الشخص عنده 40 سنة، أشكرك يا عفاف، عنده 40 سنة واتفق إن هو هياخد 2000 جنيه في نهاية كل سنة أول ما يكمل سن ال 50، ويفضل ياخدها لحد إمتى؟ طول ما هو عايش. إذن يا شباب ما نوع هذا العقد؟ يا شباب مين يحدد نوع العقد ده؟ نهلة استني شوية يا نهلة. عفاف استني شوية يا عفاف. ها يا شباب مين تاني معانا كده؟ حد من الرجالة معانا؟
محمد جمال، اتفضل يا محمد. الدكتور هي هتبقى عادية؟ ايه هي العادية؟ هو دفعات الأولى ولا مش دفعات؟ دفعات حياة؟ يبقى نقول دفعات. مظبوط، دفعات حياة. اتفضل بقى وصفها. هي دفعات حياة. تمام دفعات حياة عادية عشان نهاية كل سنة؟ تمام عادية. ومؤجلة؟ مؤجلة لمدة قد إيه؟ لمدة، هو المفروض أمن عند سن 40 وهيبدأ من سن 50، يبقى التأجيل مدته قد إيه؟ 10 سنين. 10 سنين. طيب هل هي مؤقتة ولا لمدى الحياة؟ ده هتبقى مدى الحياة. مدى الحياة. مظبوط يا شباب، من أول ما تكمل 50 يبدأ ياخدها طول ما هو عايش، مش لمدة محددة، لا هيبدأ ياخدها طول ما هو عايش. إذا فهي يا شباب دفعات حياة لمدى الحياة مؤجلة عادية. ليه دفعات حياة أصلا؟ عشان بياخدها في نهاية، عشان بياخدها كل سنة، مبلغ بياخده كل سنة، فدي دفعات. طيب هي عادية ولا فورية؟ هي عادية عشان في نهاية كل سنة. مؤجلة ولا عاجلة؟ هو عنده 40 سنة ساعة التعاقد، هيبدأ ياخدها من سن ال 50، مش من ساعة التعاقد، لا من سن ال 50. فكده في 10 سنين فترة التأجيل مش هياخد حاجة، فده يبقى تبقى مؤجلة. طيب أول ما يكمل 50 سنة يبدأ ياخدها، لحد إمتى؟ مفيش لحد إمتى، فهي مش مؤقتة، هي المدى طول ما هو عايش. ماشي يا شباب؟ إذا هي دفعات حياة فيها الفترة من 40 سنة لحد 50، دي مدة تأجيل هتسبق مدة استحقاق الدفعات. أول ما كان ب 50 سنة بقى لحد الوفاة، اللي مش عارفين هتبقى إمتى، دي مدة استحقاق الدفعات. إذا مدة التأجيل 10 سنوات. محمد جمال سمحت في المايك؟ محمد جمال في المايك بعد إذنك. مدة التأجيل هتبقى 10 سنوات، ومدة استحقاق الدفعات هي المدى الحياة. إذا فهي دفعات حياة لمدى الحياة عادية ومؤجلة، عشان في فترة تأجيل 10 سنين. بسأل بعد كده يا شباب، حدد نوع العقد فيما يلي: وثيقة التأمين لشخص عنده 40 سنة هياخد 2000 جنيه في بداية كل سنة طالما ظل مؤمن عليه على كل الحياة. نوع العقد يا شباب؟ أي شباب غير نهلة، مين تاني رفع ايده؟ طيب فين يا رجال اللي مش بيظهروا لما اسمي كده؟ قولي يا نجوى. استنى لو اي استنى يا عافية، قولي يا نجوى. الدفعات هتكون على مدى الحياة، هتكون فورية عشان بداية كل سنة. اه معاك، اتفضل. هي دفعات حياة لمدى الحياة مدى فورية. الحياة عادية عاجلة ولا مؤجلة؟ عاجلة كل عاجلة. سنة. لا لا لا، مش عشان كل سنة، عاجلة عشان مفيش مدة تأجيل، عاجلة عشان مفيش ايوه فترة عشان تأجيل. تمام. فهو عنده 40 سنة ويبدأ ياخد الدفعة على 2000 جنيه في بداية كل سنة طالما صار على كل الحياة، كده ما عندوش مدة للعقد أو استحقاق الدفعات، هياخدها على طول المعايش. فهي دفعات لمدى الحياة في بداية كل سنة يبقى فورية، فوري. ما عنديش مدة تأجيل تبقى عاجلة. إذا يا شباب هي هتبقى من حيث مدة استحقاق الدفعات، يعني مدى الحياة، من حيث استحقاق الدفعة الواحدة هتكون في بداية كل سنة تبقى فورية، وما عنديش مدة تأجيل تبقى عاجلة. إذا هي وثيقة دفعات حياة لمدى الحياة عاجلة فورية. ركزوا معايا يا شباب عشان انتوا برضه ما زلتوا يعني في حاجه بتقع منكم. هي دفعات حياه محتاجه اوصفها بثلاث صفات: لمدى الحياه ولا مؤقته، عاجله ولا مؤجله، فوريه ولا عاديه. الثلاث صفات كده ما تنساهمش. طيب مثال كمان، حدد نوع العقد فيما يلي: شخص عنده 40 سنه تعاقد مع شركة تأمين على وثيقة بحيث إن هي تدفع له مبلغ 2000 جنيه في بداية كل سنة، بس تبدأ الدفعات دي من أول ما يكمل سن ال 50
لحد ما يكمل سن 65، بس بشرط ان هو يظل على قيد الحياة خلال هذه الفترة. السؤال يا شباب، ما نوع هذا العقد او هذه الوثيقة؟ يا نهلة يا بابا اصبري شوي، اصبري يا عفاء، اصبري يا محمد يا جمال. انا عايز اللي مقالش قبل كده بقى يدخل معانا كده في الحوار. يا شباب نوع العقد ايه؟ دي علياء، علياء حمودة، اتفضلي. مؤقتة مؤجلة فورية. مؤقتة مؤجلة فورية. عاجلة فورية. طيب بس محتاجة تقولي في الأول إن هي دفعات حياة. هي دفعات حياة وبعد كده نوصفها بالتوصيفات دي. هي دفعات حياة يا شباب لأن هي بتدفع كل سنة. بغض النظر من بدايتها ولا نهايتها بس بتدفع كل سنة، فهي دفعات. خلاص؟ طيب هو الشخص عنده 40 سنة هيبدأ ياخد الدفعات من إمتى؟ من 50، من سن 50 لحد سن 65. هي دي يا شباب سن أو مدة الدفعات من سن 50 لحد سن 65. فدي مدة مؤقتة. حتى لو الشخص فضل عايش بعد سن 65 مش هياخد حاجة خالص، توقف الدفعات دي. طيب من 40 ل 50 ما بياخدش حاجة. فدي مدة تأجيل. إذن هي عندي دفعات مؤقتة مؤجلة وفي بداية كل سنة سنة تبقى فورية. فأنا عندي هنا شباب الفترة من سن 40 لحد سن 50 دي مدة تأجيل، ومدة استحقاق الدفعات هي من سن 50 لحد سن 65. إذا يبقى عندي مدة التأجيل 10 سنوات ومدة استحقاق الدفعات 15 سنة. وبالتالي هي هتكون زي ما زميلتكم كده قالت، هي وثيقة دفعات حياة مؤقتة مؤجلة فورية. مؤقتة مؤجلة فورية. ناخد بالنا يا شباب، لو رجعنا تاني المثال، الشخص ده لو توفي ما بين سن 40 و50 مبلغ التأمين مين هياخده؟ شركة التأمين. شركة التأمين هتاخد مبلغ التأمين، هي بتدفع ما بتاخدش، هي بتاخد القسط، خدته في البداية خلاص. لكن الوقت لو الشخص توفي ما بين 40 و50، إذا حصل يا نجوى مين هياخد مبلغ التأمين؟ الورثة. الورثة. طب قولي يا نهلة. المؤمن عليه. المؤمن عليه، واضح ما فيش حد هيجيبها إلا ندى، قولي يا ندى. هو يا دكتور المؤمن عليه هيكون أصلا توفى. ايوه، يعني مين ياخد مبلغ التامين ده؟ هو اللي هياخد بقى الورثه بتوعه اللي هم مثلا اولاده او زوجته. واضح ان ندى برضه لسه مش مركزه معانا يا شباب. يا دكتور دكتور لسه ما فيش حاجه اتدفعت اصلا. نعم، مش حد هياخد. المفروض يا دكتور ما فيش حاجه اتدفعت، مش المفروض ان سنك يا حبيبي 65. يا حبيبي بص الشخص دوت دفع القسط المطلوب منه ساعه التعاقد وعنده 40 سنه. انا بتكلم مبلغ التامين اللي الشركه هتدفعه اللي هو 2000 جنيه دولار. لما لو الشخص توفي ما بين 40 و50 مين هياخد مبلغ التأمين؟ قولي يا علياء. محدش هياخده. الله يكرمك، محدش هياخده يا شباب. محدش هياخده، أصلا الوثائق دي دفعات الحياة والوقفية البحتة كمان شرط، قلتها في البداية، شرط سداد مبلغ التأمين من شركة التأمين، يعني أن يظل المؤمن على قيد الحياة. لأن المؤمن أنا قصدي كده أسف، المؤمن على حياته، المؤمن على حياته على قيد الحياة. إن المؤمن على حياته لو مات ما بين 40 و50 ما حدش هياخد حاجة. طيب لو مات ما بين 50 و65 اللي هي المدة بتاع الدفعات، وأصلا كده كده أصلا ما بين 40 و50 ما كانش فيه دفعات بتدفع، دي مدة تأجيل. طيب بين 50 و65 لو توفي الشخص ده مين هياخد مبلغ التأمين؟ لو توفي بين 50 و65 يا شباب مين ياخد مبلغ التأمين؟ نفس الوضع ده. نفس الوضع اللي هو ايه؟ ما حدش ياخد حاجة. مظبوط يا شباب، نفس الوضع يا شباب، ما حدش ياخد حاجة. تتوقف الدفعات خلاص. تتوقف الدفعات.
هنا ما عندكش مستفيدين يا شباب غير الشخص المؤمن على حياته اللي هو هياخد مبلغ التأمين، ان هو يظل هو على قيد الحياة، هو اللي ياخد مبلغ التأمين. طب لو فضل عايش الشخص ده لحد ما كمل سن 66 سنة كمان، ايه اللي هيحصل؟ هياخد مبلغ التأمين المتفق عليه؟ لا مش هياخد مبلغ التأمين، هينتهي عند 65 بس. مش هياخد حاجة يا دكتور بعد 65؟ مظبوط يا فندم، مظبوط، مش هياخد حاجة بعد 65 عشان العقد كده انتهى، عشان دي دفعات مؤقتة. فقلنا في الدفعات المؤقتة تتوقف الدفعات لا إما بوفاة المؤمن عليه أو بانتهاء مدة العقد. ماشي يا شباب، ركزوا كويس، الموضوع سهل وبسيط بس محتاجين نركز، ما نسرعش. سهل جدا 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 بس لو نركز يا شباب. خلاص؟ طيب. المثال بعد كده بيقول لي حدد نوع العقد. وثيقة تأمين لشخص عمره 40 سنة، الشركة هتدفع مبلغ 50,000 جنيه إذا ظل على قيد الحياة حتى بلوغه العمر 55 سنة. هنا يا شباب دي مؤقتة ولا مدى الحياة؟ قولي يا ندى، ندى مصطفى، مؤقتة ولا مدى الحياة؟ مؤقتة يا دكتور. مؤقتة يا فندم عشان يبقى بين 55 سنة فقط. طيب هي عاجلة ولا مؤجلة يا شباب؟ أحمد محمد، أحمد محمد، عاجلة ولا مؤجلة؟ طب غير أحمد أي حد تاني؟ لؤي عاجلة ولا مؤجلة؟ هتبقى عاجلة يا دكتور. عاجلة عشان مفيش مدة تأجيل. طيب عادية ولا فورية يا شباب؟ عادية. دكتور مش هي هتبقى وقفية بحتة مش دفعات؟ الله يكرمك، الله يكرمك يا عليا. يا شباب دي مش دفعات خالص، دي مش دفعات أصلا، دي مش دفعات عشان نقول بقى مؤقتة ولا مدى الحياة، عاجلة ولا مؤجلة، فورية ولا عادية، دي مش دفعات خالص. ده خد بالك بس، ركزوا، قلنا لسه من شوية ركزوا. هيدفع مبلغ التأمين 50,000 جنيه مرة واحدة لو الشخص فضل على قيد الحياة لحد ما يكمل 55 سنة. دي أصلا وقفية بحتة يا شباب، مش دفعات، مش دفعات حياة. هو عنده 40 سنة، لو فضل على قيد الحياة لحد ما يكمل 55 هياخد مبلغ 50,000 جنيه. لو مات قبل ما يكمل 55 ما حدش هياخد حاجة. فدي مش دفعات أصلا. هو حد قال لك هنا بياخدها كل سنة؟ لا، ده ياخدها إذا ظل على قيد الحياة لحد ما يكمل 55، يبقى ياخدها مرة واحدة عند سن 55 سنة. فإذا دي وثيقة وقفية بحتة، مش دفعات خالص يا شباب. بحيث عندي هنا مدة العقد 15 سنة من سن 40 لسن 55، ومبلغ التأمين 50,000 جنيه، وشرط استحقاق مبلغ التأمين هنا إن يظل المؤمن عليه على قيد الحياة لحد ما يكمل سن 55 سنة. واضح يا شباب؟ فلو سمحتم ركزوا، ما تتسرعوش، ما تخليش حد يضحك عليكم. كان ضحكت عليكم في السؤالين اللي هو مؤقتة مدى الحياة، قلتوا مؤقتة، عاجلة ولا مؤجلة، قلتوا عاجلة. هي ايه بقى المؤقتة وايه هي العاجلة؟ هي دي دفعات اصلا عشان اوصفها بالصفات ديت؟ لا، ده عقد وقفية بحتة، مبلغ التأمين هيدفع مرة واحدة في نهاية المدة، مش هيدفع على هيئة الدفعات يعني، هيدفع مرة واحدة في نهاية المدة إذا ظل المؤمن عليه على قيد الحياة حتى انتهاء مدة العقد المتفق عليها. ماشي يا شباب؟ طيب، النوع الثاني من وثائق تأمين على الحياة هي وثائق تأمين الوفاء فقط. وثائق تأمين الوفاء فقط. هنا في النوع ده بيكون شرط سداد مبلغ التأمين إنه يتوفى المؤمن عليه. شرط سداد مبلغ التأمين إن المؤمن عليه يتوفى. طب مين هيبقى ياخد مبلغ التأمين ده؟ هنا لازم يكون فيه مستفيد محدد في العقد. مبلغ التأمين بيحصل عليه المستفيد المحدد في هذه الوثائق أو في تلك العقود. ماشي يا شباب؟ النوع الثاني وثائق تأمين الوفاء فقط. هذه وثائق تدفع مبالغها في حالة وفاة المؤمن عليه فقط. طب مين اللي بياخد مبلغ التأمين ده؟ شركة التأمين هتدفعه لشخص مستفيد معين محدد في العقد. وثائق التأمين دي، وثائق تأمين الوفاة فقط، في منها أربع أنواع.
أولاً هي بتنقسم إلى نوعين، قد تكون لمدى الحياة أو مؤقتة. لمدى الحياة معناه إيه؟ يعني في حالة وفاة المؤمن عليه في أي لحظة في أي وقت، إن آجلاً أو عاجلاً، المستفيد المحدد في العقد هياخد مبلغ التأمين. المؤقتة معناه إن مبلغ التأمين هيدفع للمستفيد إذا مات، إذا توفي المؤمن عليه في أي وقت خلال مدة محددة. خلال مدة محددة، دي مدة العقد. إذا فضل عايش لحد المدة دي ما خلصت، يبقى خلاص كده مفيش حد ياخد حاجة، لا هو هياخد ولا المستفيد هياخدوا حاجة. ليه؟ لأنه ما ماتش خلال مدة العقد. فإذا قد تكون مدة العقد أو مدة التأمين لمدى الحياة أو مؤقتة. كلاهما بينقسم إلى نوعين، عاجلة أو مؤجلة. واتفقنا العاجلة معناها مش مؤجلة باختصار يعني. مؤجلة معناها في فترة تأجيل قبل ما تبدأ مدة التأمين. فإذا يبقى عندي مش دفعات بقى خالص، في وثيقة تأمين وفاة لمدى الحياة عاجلة أو لمدى الحياة مؤجلة. وقد تكون مؤقتة عاجلة أو مؤقتة مؤجلة. النوع ده يا شباب بس دايما كده حطه في البداية في الاسم بتاعه، وثيقة تأمين وفاة، ثم بقى الصفة بصفتين، يعني مدى الحياة ولا مؤقتة دي الصفة الأولى، وصفة كمان هي عاجلة ولا مؤجلة دي الصفة الثانية. فأول نوع عندي وثيقة تأمين وفاة لمدى الحياة عاجلة. فيها شركة التأمين هتسدد مبلغ التأمين المتفق عليه في الوثيقة للمستفيد في حالة وفاة المؤمن عليه في أي لحظة. حالة وفاة المؤمن عليه في أي لحظة. سؤال يا شباب للناس الأذكياء، إمتى تتوقف الدفعات هنا؟ إمتى تتوقف الدفعات هنا؟ في حالة وفاته أو انتهاء العقد. حالة وفاته أو انتهاء العقد. ندى، طب غير ندى يا شباب نسمع حد تاني؟ طبعا مش معناه ان اجابه ندى غلط، انا دايما بس ايه حتى ساعات الناس بتجاوب صح وعشان ما نختبر الباقيين اقول طب حد تاني يا جماعه يجاوب. ها يا شباب مين تاني؟ امتى توقف الدفعات هنا؟ يا سلام تالت معايا ولا الناس نايمه؟ طب اللي معايا يا جماعه يقول لي معاك يا دكتور، اللي صاحي يقول لي انا صاحي. حضرتك يا دكتور. غير عفاف، مين تاني صاحي؟ مع حضرتك يا دكتور. مين تاني يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. الناس بتدخل المحاضرة كده وتقفل المايك وتنام شوية وتصحى كمان شوية، يا جماعة خلصت ولا لسه؟ طيب السؤال يا شباب، الناس موجودة معايا يا شباب، متى تتوقف الدفعات هنا؟ في حالة وفاة الشخص يا دكتور. بعد وفاة، حالة الوفاة. حالة وفاة الشخص المؤمن عليها. طيب يا سنة تالتة، يا محاسبة، يا انتظام، يا أذكية، هي دي أصلا مش دفعات خالص، دي مش دفعات يا شباب. في وثائق تأمين الوفاة المستفيد بياخد مبلغ التأمين مرة واحدة، بياخده كده على بعضه لما الشخص المؤمن على حياته يتوفى. مبلغ التأمين بيدفع مرة واحدة للمستفيد في حالة وفاة المؤمن عليه في أي لحظة. فده مش دفعات أصلا، عشان تقول لي هتتوقف وفاة المؤمن أو بإنتهاء مدة العقد. أولا في لما كنا مدى الحياة مفيش مدة محددة، وهي كده كده أصلا مش دفعات يا شباب، هي مش دفعات. وثيقة تأمين وفاة لمدى الحياة عاجلة، قلنا شركة التأمين هتدفع مبلغ التأمين المتفق عليه للمستفيد إذا توفي المؤمن عليه في أي لحظة في أي وقت. مثلا لو هو شخص عنده 40 سنة تعاقد مع شركة التأمين على هذا النوع اللي هي عقد أو وثيقة تأمين وفاة لمدى الحياة عاجلة. مدة التأمين لمدى الحياة مش هيكون بالأرض كده والسهم ممتد، معناه لحد نهاية العمر اللي هو إمتى يعلم الله. وقت ما يتوفى شركة التأمين هتدفع مبلغ التأمين مرة واحدة للمستفيد المحدد في العقد. النوع الثاني وثيقة تأمين وفاة لمدى الحياة بس بقى مش عاجلة، لا مؤجلة. فيها شركة التأمين اللي هي المؤمن هتدفع مبلغ التأمين للمستفيد. ناخد بالنا يا شباب كل النوع التاني دوت دايما مبلغ التأمين هيدفع للمستفيد، بس هي الفكرة امتى هيدفع للمستفيد.
الاختلاف كله في متى يدفع مبلغ التأمين. في النوع ده وثيقة تأمين وفاية لمدى الحياة مؤجلة، مبلغ التأمين هيدفع للمستفيد في حالة وفاة المؤمن عليه في أي لحظة، مش هنا مدى الحياة، في أي لحظة، بس بعد انقضاء فترة تأجيل معينة. يعني إيه؟ مثلا شخص عنده 40 سنة واتفق مع شركة التأمين إن هي تدفع لابنه مبلغ تأمين معين 50,000 جنيه مثلا إذا مات في أي وقت بعد سن 60. إذن المدة ما بين مدة التأمين كده تبدأ من سن 60، لو مات في أي وقت بعد 60 يبقى مبلغ التأمين هيدفع للمستفيد اللي هو ابنه مثلا. لو مات ما بين 40 و60 مفيش حد هياخد حاجة، هو مش هياخد حاجة لأنه توفي، المستفيد ابنه مش هياخد حاجة لأن لسه شرط السداد ما اتحققش إن هو يتوفى بعد سن 60. فإذا المدة من 40 ل 60 دي فترة التأجيل بتسبق مدة التأمين. ماشي يا شباب؟ لو توفي قبل الستين مفيش حد هياخد حاجة. دي وثيقة تأمين وفاة لمدى الحياة مؤجلة. طيب النوع الثالث وثيقة تأمين وفاة مؤقتة عاجلة. احنا قلنا في الدفعات محتاجة أوصفها 3 صفات. في وثيقة تأمين الوفاة محتاجة أوصفها صفتين. هل هي مؤقتة ولا لمدى الحياة؟ والصفة الثانية هل هي عاجلة ولا مؤجلة؟ فوثيقة تأمين وفاة مؤقتة عاجلة فيها بيلتزم المؤمن سداد مبلغ التأمين المتفق عليه للمستفيد إذا توفي المؤمن عليه في أي وقت خلال مدة محددة. إذا توفي المؤمن عليه في أي وقت خلال مدة محددة. هنا العقد دي مدة محددة. مثلا شخص عنده 40 سنة اتفق مع الشركة إن هي هتدفع لابنه مبلغ 50,000 جنيه إذا توفي قبل ما يكمل سن 60 سنة. يعني إذا توفي ما بين السن 40 والسن 60 سنة. دي يا شباب مدة التأمين. لو مات في أي لحظة بين 40 و60 يعني من بعد التعاقد لحد سن 60 لو مات في أي لحظة يبقى ابنه هياخد مبلغ التأمين. إذا فضل عايش لحد ما يكمل 60 سنة خلاص ما فيش حد هياخد حاجة، لا هو هياخد حاجة ولا المستفيد هياخد حاجة اللي هو ابنه. ليه يا شباب؟ تاني لأن شرط سداد مبلغ التأمين أو شرط استحقاق مبلغ التأمين في هذه الوثائق اللي هي وثائق تأمين الوفاة، الشرط هو وفاة المؤمن عليه. هنا المؤمن عليه لو حد فضل بعد 60 عايش يبقى مدة العقد انتهت وهو لسه مؤمن عليه ما ماتش. يبقى إذا لا هو هياخد حاجة ولا المستفيدين هياخدوا حاجة. لأن شرط سداد أو دفع مبلغ التأمين لم يتحقق. الشرط هنا كان إيه؟ أن يتوفى المؤمن عليه بين 40 و60 سنة. النوع الرابع والأخير وثيقة تأمين وفاة مؤقتة مؤجلة. يا شباب مبلغ التأمين هيدفع للمستفيد إمتى؟ إذا توفي المؤمن عليه خلال مدة محددة. بس بعد انقضاء فترة تأجيل معينة. يعني إيه؟ شخص يا شباب خدوا معايا مثال، شخص عنده 40 سنة اتفق مع شركة التأمين إن هي تدفع لابنه أو لزوجته أو لبنته أي حد يعني من اللي هو محددهم اللي إحنا بنسميه المستفيد. مثلا ابنه هتدفع شركة التأمين لابن الشخص ده 50,000 جنيه إذا الشخص توفي بين 60 سنة و70 سنة. وعنده قد دلوقتي 40. لو مات في أي لحظة يدفع مبلغ التأمين؟ لا، لو مات في أي لحظة بين 60 و70. إذا في مدة تأجيل بين سن 40 وسن 60 سنة، في مدة تأجيل هتسبق المدة المحددة للعقد. إن العقد مدته من 60 ل 70 اللي هي مدة استحقاق مبلغ التأمين إذا توفي الشخص. لو مات قبل 60 المستفيد مش هياخد حاجة. لو فضل عايش بعد 70 لا هو هياخد حاجه ولا المستفيد هياخد حاجه. باذن هنا شرط سداد مبلغ التامين للمستفيد ان المؤمن عليه يتوفى بين سن 60 وسن 70. والمده بين 40 و60 دي تعتبر مده او فتره تاجيل. اذا يا شباب عشان احدد نوع وثيقه تامين الوفاه لازم احدد حاجتين.
مدة التأمين هل هي مدى الحياة ولا مؤقتة؟ وباب سريان التأمين هل هي تبقى وثيقة عاجلة ولا مؤجلة؟ تعال نختبر نفسنا كده ونشوف بعض الأمثلة. الأمثلة بيقول حدد نوع العقد أو الوثيقة فيما يلي. حد كده يتطوع يا شباب يقرأ المثال؟ حد يتطوع يقرأ المثال؟ لؤي اتفضل. حدد نوع عقد الوثيقة فيما يلي، وثيقة التأمين. حدد إيه؟ نوع العقد أو الوثيقة فيما يلي، وثيقة مش نوع التأمين عقد الوثيقة، مش نوع عقد، مش نوع عقد الوثيقة. لا، نوع العقد أو نوع الوثيقة، يعني العقد هو نفس الوثيقة يعني. فنوع العقد أو الوثيقة. اتفضل يا حبيبي. وثيقة التأمين لشخص عمره 40 سنة، من خلالها تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ 50,000 جنيه لزوجته في حالة وفاته قبل تمام العمر 55 سنة. إذا الشخص هنا عنده 40 سنة اتفق مع الشركة إن هي هتدفع 50,000 جنيه لزوجته إذا هو الشخص ده اللي هو الزوج توفي قبل ما يكمل 55 سنة. طبعا واضح هنا من المسألة إن المستفيد مين يا شباب؟ المستفيد الزوجة. ومبلغ التأمين قد إيه؟ 50,000. 50,000. والسن نعمل تعاقد سن او العمر عند التعاقد هو ال 40 40 سنه يا شباب. طيب طبعا هنا عشان الشركه تدفع مبلغ التامين، بصوا معايا في اخر السطر، في حاله وفاه المؤمن عليه هتدفع مبلغ التامين المستفيد. اذا النوع ده مقدما كده ده عقد أو وثيقة تأمين وفاة. دي وثيقة تأمين وفاة. طيب نحدد بقى نوعها، يعني محتاج أحدد ليها صفتين. قلنا الدفعات بحدد لها 3 صفات، أما وثيقة تأمين الوفاة بحدد لها صفتين. هل هي لمدى الحياة ولا مؤقتة؟ ولا هي عاجلة ولا مؤجلة؟ مين يجاوبني يا شباب؟ بس احنا عرفنا عقد تأمين وفاة، محتاج بقى اوصف بقى الصفتين بتوعه. ولاء اتفضلي. مدة التأمين مؤقتة. تمام. وثيقة التأمين وفاة، مدة التأمين هنا مؤقتة، وبدء السريان عاجلة علشان مفيش فترة تأجيل. تمام. فهنا يا شباب هي أشكرك يا فندم، هي هنا كده عقد تأمين وفاة مؤقت عاجل أو مؤقتة عاجلة. دي مؤقتة لأن شرط دفع مبلغ التأمين أن يتوفى المؤمن عليه خلال مدة محددة، اللي هي ما بين سن 40 سنة عمره ساعة التعاقد وسن 55 سنة. مش لو مات في أي لحظة، لا، لو مات في أي لحظة خلال المدة ديت من 40 و55. طيب فهي هنا مؤقتة ومفيش مدة تأجيل، إذا فهي عاجلة. خلاص؟ طبعا الشباب لو الشخص ده فضل عايش لحد ما كمل 55 سنة ياخد هو كام؟ لو فضل هو عايش لحد ما يكمل 55 سنة ياخد كام؟ أو ياخد إيه؟ لا هو كده مش هياخد حاجة. ليه بس كده؟ يعني دايما كده كل حاجة هو ما بياخدش حاجة؟ طب زوجته هتاخد كام؟ 50,000. زوجته هتاخد 50,000 وهو مش هياخد حاجة، يعني لو فضل عايش لحد 55؟ شباب السؤال الثاني يا شباب، لو هو فضل عايش لحد ما كمل 55 سنة هو اللي ياخد المبلغ ولا زوجته؟ ولا هو هياخد ولا دكتور؟ ما حدش ياخد حاجة يا دكتور. صح كده، ما انتوا كده خلاص مش هيضحك عليكم تاني. حدش ياخد حاجة يا شباب. لو فضل عايش لحد ما كمل 55 سنة لا هو هياخد حاجة ولا زوجته هتاخد حاجة. لأن ده وثيقة تأمين وفاة شرط سداد مبلغ التأمين انه يتوفى الشخص خلال المده المتفق عليها. هنا المده مش مفتوحه، لا ده مده مؤقته بين 40 و55. اذا فضل عايش لحد ما يكمل 55 سنه لا هو هياخد حاجه ولا زوجته هتاخد حاجه. اما لو مات ما بين 40 و55 يبقى زوجته هتاخد مبلغ التامين اللي هو 50,000. اذا يا شباب دي وثيقه تامين وفاه، فمحتاجين نوصفها بصفتين، هي هنا مؤقته وهي عاجلة عشان مفيش مدة تأجيل. إذا هي وثيقة تأمين وفاة مؤقتة عاجلة. طيب هنا يا شباب مدة العقد
15 سنة من السن 40 إلى سن 55، والمستفيد هي الزوجة. شرط سداد مبلغ التأمين هنا وفاة المؤمن عليه بين العمر 40 و55 سنة. تمام كده شباب؟ تمام كده نكمل؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. ما خدوا بالكم على فكره يا شباب، يعني انا عارف ان في معاناه منكم لما بنشرح حاجه اونلاين. انا كمان بس لاحظ ان الدكتور كمان او اللي بيتكلم قصادكم وبيعاني. لقاءاتنا في الجامعه طبعا شيء مهم جدا، وفي التفاعل كده وان انا اشوفكم وانتم شايفين بيكون افضل بكتير ان انا كده بحكي اشوف قدامي جهاز كمبيوتر، فمش عارف الناس قدامي صاحي ولا نايمه، اللي عايز يجاوب كده استنى ما يرفع ايده وبعد كده اشوف هو اسمه ايه وبعد كده اقول له قوم يا فلان. ففي نوع من المعاناه، فمعلش نستحمل بقى كده امرنا لله، ربنا يرفع كده الغم عن الدنيا كلها ونرجع تاني كده نسعد بيكم بلقاءاتنا في الجامعه على طول، ما يكونش في حاجه اونلاين خالص. مثال بعد كده يا شباب، حد يتطوع كده يقرا المثال. عفاف تفضلي. حدد نوع العقد أو الوثيقة فيما يلي: وثيقة تأمين لشخص عمره 40 سنة من خلالها تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ 50,000 جنيه لابنه في حالة وفاته في أي وقت بعد تمام العمر 55 سنة. ناخد بالنا يا شباب، كل الأمثلة اللي حطيتها ديت أو صورتين ثابتين، الشخص عنده 40 سنة، طبعا ده مثال يعني نحط اي ارقام يعني، بس قصدي ما بيهمناش اول سطرين دول. عنده 40 سنه او عنده عمر قد ايه، مش دي القضيه. ومبلغ التامين كام، مش دي القضيه. فمثبت 40 سنه ومثبت 50,000 جنيه. يبدا التغيير يظهر فين؟ في كل الامثله بتاعتنا دي من اول سطر الثالث والرابع. مين المستفيد؟ وامتى يستحق هذا المستفيد مبلغ التامين ده؟ خلاص؟ لان هو الاختلاف على حسب متى يستحق مبلغ التامين. فهنا الشخص عنده 40 سنة اتفق إن ابنه ياخد مبلغ 50,000 جنيه من شركة التأمين إذا مات الأب اللي هو الشخص نفسه بقى في أي وقت، في أي وقت بس بعد ما يكمل 55 سنة. يعني لو مات بين 40 و55 لا مفيش حد ياخد حاجة. إذا يا شباب ما نوع هذا العقد؟ ما شاء الله تبارك الله، نهلة كل ما اسال سؤال اول واحد ترفع ايديها، وانا كل مره اقول لها استني انا، استني انا اجوع واستني يا رؤي. عايز حد جديد يا شباب؟ حدش يكون حد ما يكونش جاوب قبل كده. يا شباب حد جديد؟ أنا مش عايز أعمل زي بعض الناس اللي يقول محدش عايز يجاوب، طب يلا قولي يا فلانة، قولي يا فلانة، هو الدكتور يختار نفسه بأي اسم كده. فأنا مش حابب الأسلوب ده خالص، يعني حتى لو مش حد هيجاوب هجاوب أنا، لكن أنا مش هختار أنا حد كده وأحرجه، قد يكون نايم بقى، قد يكون مش معانا، قد يكون مش عارف يجاوب لأي سبب. طب محمد ممدوح اتفضل. محمد ممدوح اتفضل. وثيقة التأمين يا دكتور هتكون مؤقتة؟ مشوف من الأول لو سمحت، واحدة واحدة كده. أنا عايز أحدد نوع العقد، نوع العقد ده هيبقى إيه؟ ده هيكون مؤقت يا فندم. أولا ده تأمين وفاة ولا تأمين حياة؟ ده تأمين وفاة. تأمين وفاة، طيب مؤقتة ولا لمدى الحياة؟ مؤقتة. مؤقتة، طيب عاجلة ولا مؤجلة؟ مؤجلة عشان هي بعد فترة 15 سنة. بعد 15 سنة، طيب بعد 15 سنة بقى تبدأ المدة بتاع التأمين نفسه. دي مدة محددة ولا مدة مفتوحة في أي وقت بعد 55؟ هي محددة عشان بعد 15 سنة يبقى على طول. لا، ما دي ده التأجيل يا محمد. ده التأجيل 15 سنة من 40 ل 55، ده كده مدة تأجيل. أما مدة التأمين بقى نفسها بعد 55 سنة في أي لحظة، فهي تكون كده يبقى هي مدى الحياة. ناخد بالنا يا شباب، شكرا يا محمد.
الشخص عنده 40 سنة اتفق إن ابنه هياخد 5000 جنيه إذا الشخص ده توفي في أي وقت بعد ما يكمل 55 سنة، يعني مش من ساعة التعاقد. فهموها كده يا شباب، سواء في الدفعات أو في وثائق تأمين الوفاة، العاجلة معناها بتبدأ من ساعة التعاقد. أما هنا في المثال اللي قدامنا، فشرط حصول الابن على مبلغ التأمين وفاة الأب في أي وقت، بس مش من ساعة التعاقد إن هو عنده 40 سنة، لا، بعد ما يكمل 55 سنة. فإذا المدة بين سن 40 وسن 55 دي تعتبر مدة تأجيل. طيب كمل 55 سنة، لو مات إمتى ياخد الابن مبلغ التأمين؟ لو مات في أي لحظة، فدي بسميها لمدى الحياة كده، الإبانة مفتوحة بقى، مش مؤقتة خالص. خلاص؟ مش مؤقتة خالص. دكتور، ولو ما حددش العمر تبقى المدى الحياة تأمين؟ لو ما إيه؟ لو ما حددش العمر، لو ما حددش العمر يعني اللي هو بعد تمام العمر 55 يبقى ده وثيقة لمدى الحياة يعني وكده؟ قال لو ألف، لو ألف حد وفاته في أي وقت خلاص يبقى كده 55 دي مالهاش دعوة بال، ما هو هنا برضه المدى الحياة برضه ذكر 55 دي، بس المدى الحياة، لأن هو المدى الحياة يعني طول ما هو عايش، أو آسف، لو مات في أي لحظة بعد 55 ابدأ كده كأنك بادئ من 55، لو مات في أي لحظة يعني نهايتها كام؟ مفيش نهاية محددة، النهاية هنا مش نهاية العقد، لا، نهاية العمر. فبالتالي دي بسميها المدى الحياة. لو كان العقد نفسه ليه نهاية ينتهي فيها، يبقى ده بنسميه مؤقتا. فهنا يا شباب، الشخص عنده 40 سنة اتفق مع الشركة إن هي تدفع لابنه 50,000 جنيه لو توفي في أي وقت بعد ما يكمل 55 سنة، يبقى إذا المدة ما بين 40 و50 دي مدة تأجيل. آسف، من 40 ل 55 اللي هي مدة 15 سنة دي مدة تأجيل. المستفيد هنا الابن، وشرط سداد مبلغ التأمين للابن ده انه يتوفى المؤمن عليه بس بعد وفاه، بعد سن 55 سنه. بمعنى لو الشخص ده الاب توفي ما بين 40 و55 مفيش حد ياخد حاجه، الابن مش هياخد حاجه. طيب شباب، لو فضل عايش لحد ما يكمل 55 سنه، بس معايا السؤال بقى الاسئله فقط، الشخص ده اللي هو الاب لو فضل عايش لحد ما يكمل 55 سنه هياخد مبلغ التامين قد ايه؟ مش هياخد حاجة ولا هو اللي مش هياخد حاجة. مظبوط مظبوط، مش هياخد حاجة. لو كان من 55 سنة مش هياخد حاجة، لأن شرط سداد المبلغ هنا وفاته، وفاة الشخص المؤمن عليه، واللي بياخد المبلغ التأمين في كل الأحوال ابنه. طيب أنا كان سؤالي، لو الشخص كان من 55 سنة وكان عايش، مين هياخد مبلغ التأمين؟ مفيش حاجة تدفع ساعتها، لسه شرط السداد لم يتحقق. فأنت يا شباب، الابن ما ياخدش مبلغ التأمين. طبعا لو الشخص كمل 55 سنة يبقى إذن لو مات في أي وقت بعدها ابنه هياخد مبلغ التأمين. طب مؤكد الشخص ده هيموت بعد 55 في أي وقت؟ المفروض العاش لحد ما كمل 55 سنة. طبعا ثانية واحدة بس يا شباب، هو عنده كمل 55 سنة وعايش، طب مش هو هيموت أكيد بعد العمر دوت؟ هيموت بعد 55. بالتالي يبقى ابنه أكيد هياخد مبلغ التأمين. السؤال، امتى ابنه ما ياخدش مبلغ التأمين ده يا شباب؟ لو مات قبل ال 55. لا 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 لا، الشخص اللي عاش، الشخص الاب اللي عاش لحد 55، هيموت الشخص بعد بعد سن 55. فطبعا وقت ما يموت، في اي وقت هيموت الاب بعد 55، الابن ياخد مبلغ التأمين. طيب يبقى الابن هو اللي مات. مظبوط كده يا شباب. الحالة الوحيدة بقى هنا ان الابن مش هياخد مبلغ التامين لو هو مات قبل ابوه. لو مات يعني الاب كمل 55 سنه لسه عايش، فساعتها بقى يبدا التامين على الاب نفسه. لو مات في اي لحظه الاب، الابن ياخد مبلغ التامين. اكيد الاب هيموت في اي لحظه، يعني عاجلا او اجلا الاب هيموت كده كده. طيب بالتالي ابنه هياخد مبلغ التامين، بس بشرط ان يكون الابن ما سبقش ابوه في الوفاه. معلش دي حته كده اكنها كده فزوره، مالهاش دعوه يعني بالمنهج بتاعنا، بس عشان نبقى فاهمين الدنيا. اعتقد ده اخر مثال يا شباب. وثيقه تامين لشخص عمره 40 سنه، شركه التامين هتدفع مبلغ التامين اللي هو 50,000 جنيه لابنه
حالة وفاته بين العمر 50 والعمر 65. أقول لكم أنا بقى المقدمة دي، طبعا دي ده عقد تأمين وفاة، ده عقد تأمين وفاة. طيب نوعه بقى إيه؟ نحدد بقى الصفتين بتوعه. أحمد اتفضل. كنت رافع إيدك من الأول يا أحمد. نالت اتأخرت في الرفع النهارده. محمد جمال ومحمود محمد عباس. محمد جمال لو ما كانش جاوب قبل كده اتفضل يجاوب. عادية يا دكتور، عادية. وثيقة عادية. وفاة. ودي وثيقة ما فيهاش وفاة. ما انا ماشي، انا قلت اصلا ليك، انا قلت ده عقد تأمين وفاة. انا عايز بقى احدد الصفتين بتوعه، هل هو مدى الحياة ولا المؤقتة؟ معجلة ولا مؤجلة؟ هيكون مؤجلة ومؤقتة. مؤجلة مؤقتة. مؤقتة. طيب نشوف مع بعض يا شباب. بعدين محمد معلش كان احمد هو بيجاوب، ولا محمد جمال مش عارف مين كان بيجاوب اصلا، كده دخلتونا في بعضنا. المهم الشخص عنده 40 سنه لو مات في اي وقت، مش من ساعه التعاقد بقى لو وصلنا 40، لا لو مات 65 ابنه ياخد مبلغ التامين. يبقى اذا في فتره تاجيل ما بين 40 و 50 سنه دي، ما لو مات مفيش حد ياخد حاجه، دي مده تاجيل دي 10 سنوات. وما بين 50 و 65 دي مده العقد بقى، دي مده محدده لو مات خلالها ابنه ياخد مبلغ التامين. بالتالي يا شباب لو الاب مات قبل سن ال 50 مفيش حد ياخد حاجه. لو فضل عايش لحد ما يكمل 65 سنه مفيش حد ياخد حاجه. شرط دفع مبلغ التأمين هنا للابن انه يتوفى الاب ما بين سن 50 و 65 سنة، فدي مدة مؤقتة. طيب هل هي من ساعة العقد او التعاقد؟ لا، ده التعاقد كان عند 40 سنة، فاذا بين 40 و 50 دي مدة تأجيل، فهي وثيقة تأمين وفاة مؤقتة مؤجلة. وثيقة تأمين وفاة مؤقتة مؤجلة. مؤجلة عشان في فترة تأجيل طبعا، اللي هي من سن 40 إلى سن 50 مدة التأجيل، وعندي مدة العقد 15 سنة اللي هي من سن 50 بقى لحد 65. والمستفيد هنا هو الابن، وشرط دفع مبلغ التأمين للابن ده اللي هو المستفيد أن يتوفى الأب اللي هو المؤمن عليه بين العمر 50 و 65. لا واضح لسه في مثال كمان. حدد نوع العقد فيما يلي: وثيقة التأمين لشخص عمره 40 سنة من خلالها تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ 50,000 جنيه لبنته في حالة وفاته في أي وقت. في حالة وفاته في أي وقت. محمد عباس اتفضل. أيوة يا دكتور. وثيقة تأمين وفاة. عارف والله هي إيه تأمين وفاة، بس مدى الحياة. مدى الحياة تمام. عاجلة. الله يكرمك، مظبوط كده، هي إيه دي تأمين وفاة طبعا، وثيقة تأمين وفاة، بس ما ينفعش تأمين وفاة واقف كده، محتاج بحدد يعني مدى الحياة ولا مؤقتة، وحد كمان هي عاجلة ولا مؤجلة. هي هنا وثيقة تأمين وفاة لمدى الحياة، إن شرط دفع مبلغ التأمين وفاة المؤمن عليه في أي لحظة، في أي وقت. طيب في اي وقت من بعد التعاقد على طول، من بعد سن 40 سنه ولا لسه قدام شويه؟ لا، في اي وقت من ساعه التعاقد. يبقى هي اذا هي عاجله. يبقى اذا هي وثيقه تامين وفاه، من حيث مده التامين هي مدى الحياه، ومن حيث بدء صدرين التامين هي عاجله عشان مفيش مده تاجيل. اذا هي وثيقه تامين وفاه لمدى الحياه عاجله. ركزوا يا شباب في الدفعات، هي دفعات الحياه اللي بيكون شرط سدادها او دفعها بقاء المؤمن عليها طول الحياه، محتاجه حد ثلاث صفات للدفعات: هي لمدى الحياه ولا مؤقته، عاجله ولا مؤجله، عاديه ولا فوريه. في وثائق تامين الوفاه فقط اللي هي شرط دفع مبلغ التامين، هي دفع مره واحده للمستفيد، شرط دفع مبلغ التامين وفاه المؤمن. عقد تامين الوفاه محتاج احدد فيه صفتين: هل هو مدى الحياه ولا مؤقتة،
والوثيقة كمان أحدد هي عاجلة ولا مؤجلة. إذا الشباب في المثال اللي فات ده هي وثيقة تأمين وفاة لمدى الحياة عاجلة، كان المستفيد هي الابنة، وكان شرط سداد مبلغ التأمين وفاة المؤمن عليه اللي هو الأب في أي وقت. كده يبقى إحنا أخدنا مع بعض النوع التاني اللي هي وثائق تأمين الوفاة فقط. النوع الأخير وهنختم بيه إن شاء الله، وأسف إني طولت عليكم كده، وثائق تأمين مختلط. وثائق تأمين مختلط يعني بيجمع كده الحياة والوفاة. قبل ما نشوفها يا شباب كده من اسمها معناه إن مبلغ التأمين هيدفع، هيدفع لو الشخص فضل عايش. طبعا وثائق التأمين المختلط دي بيكون لها مدة محددة. لو الشخص فضل عايش المؤمن عليه لحد نهاية المدة ديت، هو الشخص نفسه ده المؤمن عليه هياخد مبلغ التأمين. ولو مات قبل المدة دي ما تنقضي، المستفيد هياخد مبلغ التأمين. يعني مبلغ التأمين هيدفع، هيدفع ليه؟ نشاط، يا إما يفضل عايش يا إما يموت، ملاش حل تالت. يا إما يتوفى قبل نهاية مدة العقد أو يفضل عايش. فلو فضل عايش هو هياخد مبلغ التأمين. لو توفي المستفيد ياخد مبلغ التأمين. يبقى مبلغ التأمين الشركة تدفع المبلغ كده كده، سواء للشخص نفسه أو للمستفيد، على حسب بقى تحدث الوفاة ولا لأ. ماشي يا شباب؟ طيب أنا قلت إيه من شوية؟ قلت في التأمين المختلط دوت إن الشخص لو فضل عايش، لو فضل عايش هياخد مبلغ التأمين. ده كأنه نوع إيه يا شباب الوثيقة كده؟ كأنه كده النوع ده بنسميه إيه؟ الحياة فقط، لو تأمين على الحياة فقط. اللي هي كان نوعها ايه بقى جوه تأمين الحياة فقط؟ كان نوعها ايه؟ اللي هي المدى الحياة. لا 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 مش مدى الحياة. دي يا شباب كان عقد وقفية بحتة اللي بدأنا بيه، وقفية بحتة، مبلغ وحيد هيدفع مرة واحدة للشخص إذا فضل على قيد الحياة لحد انتهاء مدة العقد. فإذا هي فيها يبقى التأمين المختلط ده في جزء وقفية بحتة. طيب لو الشخص توفي خلال المدة ديت قبل انتهاء مدة العقد، المستفيد هياخد مبلغ التأمين، وده بسميه عقد تأمين وفائي. مؤقت عاجل. وثيقة تأمين وفاة مؤقتة عاجلة. كأن كده يا شباب وثيقة التأمين المختلط هي بتجمع نوعين من الوثائق. هي عبارة عن وثيقتين مع بعض، وثيقة وقفية بحتة ووثيقة تأمين وفاة مؤقتة عاجلة مع بعض، بسميهم وثيقة تأمين مختلط. طيب وثيقة تأمين مختلط يا شباب زي ما قلت بقى من شوية بيتم سداد مبلغ التأمين المحدد في هذه الوثائق إما للمؤمن عليه إذا ظل على قيد الحياة حتى نهاية مدة العقد، أو للمستفيد إذا توفي المؤمن عليه قبل انتهاء مدة العقد. تمام كده؟ فده بس الشكل كده يا شباب توضيحي. إن ساعة التعاقد الشخص بيكون عنده سن معين، وفي مدة معينة للعقد. لو فضل الشخص عايش لحد انتهاء مدة العقد هو هياخد مبلغ التأمين. شركة التأمين هتدفع مبلغ التأمين للمؤمن عليه ده. لو توفي أثناء هذه المدة مبلغ التأمين هيدفع للمستفيد. يبقى كل أحوال مبلغ التأمين هيدفع في هذه الوثيقة، سواء للمستفيد لو الشخص توفي، أو للشخص نفسه لو فضل عايش لحد انتهاء مدة العقد. وزي ما قلت من شوية التأمين المختلط دوت بيجمع وثيقتين، وبيجمع نوعين من التأمين، بيجمع عقد وقفية بحتة وتأمين وفاة مؤقت عاجل. وثائق التأمين المختلط احنا قدامنا شباب كده أقل من 5 دقايق إن شاء الله ونخلص. في منها 3 أنواع، في وثائق التأمين المختلط عادي، أو وثائق التأمين المختلط نصفي، أو وثائق التأمين المختلط مضاعف. الاختلاف ما بينهم على حسب المبلغ اللي بيدفع في حالة الحياة للمؤمن عليه، والمبلغ اللي بيدفع في حالة الوفاة للمستفيد. هل هم بيساووا بعض، مبلغين بيساووا بعض، ولا مبلغ منهم ضعف التاني او نصف التاني؟ باختصار يا شباب وثيقه التامين المختلط عادي معناه مبلغ التامين في حاله الحياه اللي هو هيدفع للمؤمن عليه لو فضل عايش هيساوي نفس مبلغ التامين اللي هيدفع في حاله الوفاه.
يعني لو الشخص فضل عايش لحد ما يكمل 60 سنه هياخد 50000 جنيه، لو مات قبل ما يكمل 60 سنه ابنه هياخد 50000 جنيه برضه. ده بسميه تامين مختلط عادي. تامين مضاعف، تامين اسد، تامين مختلط نصفي، معناه مبلغ التامين اللي بيدفع للشخص المؤمن عليه في حاله الحياه نصف مبلغ التامين اللي دفع في حاله الوفاه. المثال اللي فات اللي انا قلته، لو الشخص فضل عايش لحد ما يكمل 60 سنه هياخد، هو هياخد 50000 جنيه. لو مات قبل ما يكمل 50 سنه ابنه مثلا هو المستفيد هياخد 100000 جنيه. اذا كان مبلغ الدفع في حاله الحياه نص مبلغ الدفع في حاله الوفاه. ده بسميه تامين مختلط نصفي. ناخد بالك عشان بس نحفظها بسهوله، اول مبلغ التامين في حاله الحياه هو بيساوي ولا نصف ولا ضعف مبلغ التامين في حاله الوفاه. في التامين المضاعف مبلغ التامين في حاله الحياه بيكون ضعف مبلغ التامين في حاله، يعني لو الشخص فضل عايش لحد ما يكمل مثلا 60 سنه هياخد هو 50000 جنيه. لو مات قبل ما يكمل 60 سنه ابنه هياخد 25000 جنيه. يبقى اذا كده مبلغ التامين في حاله الحياه ضعف مبلغ التامين في حاله الوفاه، فده يسمى وثيقه تامين مختلط مضاعف. يبقى مثلا هي عادي ولا نصفي ولا مضاعف على حسب مبلغ التامين في حاله الحياه بيساوي ولا نصف ولا ضعف مبلغ التامين في حاله الوفاه. كده احنا اتكلمنا يا شباب من وثائق تامين الحياه اللي هي في منها ثلاث انواع: وثائق تامين حياه فقط، وثائق تامين وفاه فقط، وثائق تامين مختلط. كده عرفنا الانواع دي كلها وميزنا بينهم، وطبعا احنا كده بقى لنا بالظبط ساعه و32 دقيقه او نص، طولنا في الموضوع النظري دوت اللي كان ممكن ناخده في وقت اقل من كده ونقلبه يعني، لكن انا ما حبيتش كده خالص، لان ان شاء الله من اللقاء اللي جاي هنبدا ناخد ازاي بيتم حساب الاقساط المستحقه على هذه العقود او على هذه الوثائق. اول خطوه عشان احدد القانون اللي هشتغل بيه لازم نعرف الاول نوع الوثيقه ايه. فلو انا مش عارف نوع الوثيقه بالتالي مش عارف القانون، بالتالي مش هحل المثال. فالنهارده التطوير اللي خدناه النهارده ده ساعه ونص دول مش هباء، ولكن جدا عشان لقاءاتنا الجايه ان شاء الله اللي هي مش ناقص، اللي هي خلاص اللي هي حساب القسط الصافي او القسط التجاري في حاله تامينات الحياه، ده جزء اللي بقينا اللي هو جزء عمل يعني اللي بقينا في الباب الرابع وكده المنهج بتاعنا انتهى ان شاء الله. فكان مهم جدا التفصيل اللي احنا خدناه النهارده، التفصيل اللي خدناه النهارده ده لانواع الوثائق كان مهم جدا. دعواتي لكم بالتوفيق ان شاء الله. الاسبوع الجاي يوم الاربعاء الجاي دكتوره ساهر حسب ما بلغتني ان هي نازله الجامعه، لو مش اجازه رسمي يبقى هتنزل الجامعه وتدي المحاضره بتاعتها. وانا في كل الاحوال الباب الرابع انا بشرح وراها، يعني مش هعتمد ان هي بتشرح حاجه فانا افوتها. بس طبعا ده مش دعوه ان انتم تفوتوا لقاءاتكم مع دكتوره ساهر، انا الباب الرابع هشرحه كله بالتفصيل ليكم ان شاء الله. دكتوره ساهر بتبدا ثم انا بعدها على طول. دعواتي لكم بالتوفيق يا شباب، طبعا كل عام وانتم طيبين. ان شاء الله هقابلكم اونلاين، هقابلكم اونلاين ان شاء الله يوم الاربعاء اللي بعد العيد. ان شاء الله يا شباب هقابلكم اونلاين يوم الاربعاء اللي بعد العيد. الاربعاء اللي جاي ان شاء الله ان لم يكن اجازه رسمي، ان لم يكن اجازه رسمي دكتوره ساهر نازله الجامعه. انا طبعا مش نازل الجامعه الاربعاء الجاي، مجموعه الف زملائكم مجموعه الف خدوا اجازه من التامين الاسبوع الجاي ان شاء الله، لا ياخدوها اونلاين ولا ياخدوها في الجامعه. عشان بس لو حد منكم مجموعه بيه كان بيحضر معايا في الف فلا مش مفيش محاضره الاسبوع الجاي في الجامعه لمجموعه الف، اما مجموعه ب عند الدكتور ساهر فان لم يكن اجازه رسمي، ده كلام دكتور ساهر، اذا لم يكن في اجازه رسمي من الاربع فهي نازله الجامعه وتشرح المحاضره بتاعتها في ميعادها اللي هو الساعه 12. بالنسبه للشباب لموضوع التطبيقات، كان حد قال للدكتوره ساهر خد التطبيقات الاسبوع اللي فات، وانا كنت منبه عليكم ما حدش يسلم التطبيقات زي ما هي كده لحد ما يتحدد اسئله بعينها. هي قالت لي ان هي كانت لكم تحلوا الجزء التمارين بتاع تامين السيارات، فالمهم اللي حلوا سلموا مش مشكله، اللي ما سلموش لحد دلوقتي مش مشكله خالص، انا اللي هاخده منك هقول لك ان شاء الله في لقائنا يوم الاربعاء اللي هو بعد العيد ايه المطلوب منك تحله وتسلمه سواء ليا او دكتور ساهر مش قضيه، فمحدش يقدر يعني من حس اعمال السنه التطبيقات هتديها هنا هتديها دكتور ساهر مش قضيه خالص.
اللي ما اداش دكتور سيد لحد دلوقتي ينتظر معايا لحد الاربع بعد كده ان شاء الله، اللي هو بعد العيد في اول لقاء لينا اونلاين ان شاء الله. وهقول لكم يبقى يا جماعه مطلوب منك تحل سؤال كذا وكذا وكذا، وانا اخده منكم الاسبوع الاربع اللي بعده ان شاء الله في الجامعه يا شباب. طيب كده دعواتي لكم بالتوفيق. لو حد عنده اي سؤال، حد عنده أي